فضيلة الدكتور الهواري ذكر أن التصوف لم يعرف في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لحد ما انتقل النبي صلى الله عليه وسلم لم يعرف لفظ تصوف، ولم يعرف لفظ فقيه ولا قاضي ولا. هل كل هذه المسائل التي لم تعرف في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كلها مرفوضة جملة وتفصيلة؟ قام دخل مداخل اللي هو الزول البر ذاك اسمه محمد عبد الله ولا صوفي، دخل قام دخل قام قال ثلاثة حاجات كلها كذب. قال لي امرا واحد لم يعرف، ما قال لي انت بتقول الصوفيه يا الهواري ما في الاسم ده في زمن الرسول. قال لي طيب في زمن الرسول لم يعرف لفظ فقيه ولا قاضي ولا لفظ سلف، دلاله على انه لا مشاحه في شنو؟ في الاصطلاح، صح ولا ما صح؟ قال الكلام ده دلاله على انه لا مشاحه في الاصطلاح. طيب لفظ فقيه نشوف وردت في عهد الرسول ولا ما وردت، ونشوف الصوفي ده جاهل وراسه قرعوبه ولا ما قرعوبه. جاء في صحيح، جاء في مسند الامام احمد، وعند ابن ماجه في سننه، من روايه انس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نضر الله عبدا، بس لفظه فقيه ذات، نضر الله عبدا سمع مقالتي فوعاها ثم بلغها عني فرب حامل فقه غير فقيه. دي الروايه، غير شنو؟ فقيه، ورب حامل فقه الى من هو افقه منه. انتهى الحديث. لفظ قاضي وردت عند ابي يعلى في مسنده، وهي عند السيوطي في الجامع الصغير، قال النبي صلى الله عليه وسلم من روايه ابن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم: ارأف امتي بامتي ابو بكر، واشدهم في دين الله عمر، واصدقهم حياه، هكذا مكتوب بالتاء في النسخه اللي جيتها، عثمان، واقضاهم علي، واقرضهم زيد بن ثابت، واقراهم لكتاب الله ابي. فقال عن علي شنو؟ قال عن علي شنو؟ اقضاهم من القضاة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال القضاة ثلاثة، خلاص، وأربعة في رواية: قاضيان في النار وقاضيان في الجنة، إلى آخره من الحديث الصحيح. لفظ سلف، قال قال الزول ده العامل فيها بحاكي لزيرك، ضعف الطالب والمطلوب، عرفت كلامي؟ رواه البخاري ورواه مسلم برقم 2450، 2450 ده صحيح مسلم وشرح النووي عليه، 2450. هل لفظ السلف دي وردت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا ما وردت يا صوفية ويا إزيرك ويا تلاميذ الإزيرك؟ طيب حديث عن عائشة طويل جدا، قال فاتق الله وأصبري، بيتكلم مع ابنة فاطمة، فإنه نعم السلف أنا لك. السلف يعني شنو ذاته؟ قال النووي بالشرح: والسلف هو المتقدم. السلف هو شنو يا جماعة؟ المتقدم والماضي. عشان كده احنا بنقول كتاب وسنة بفهم السلف، لكن ياتوا الصالح، يعني السلف المضوا لكن منو فيه؟ الصالحين اللي هم منو؟ سادتهم منو؟ الصحابة وشنو؟ والتابعين وتابع التابعين. يبقى نحن ما جبنا بدعة. وصية القحطاني: بالله قولوا كلما أنشدتم رحم الإله صداك يا قحطاني.